من أقصتهم البطاقية الوطنية في آخر تحقيق فتحته وزارة السكن بخصوص مكتتبي عد الاثنين لهم الحق في الطعن. هذا ما أعلن عنه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة. رانا فوتنا البطاقية الوطنية 600 ألف حالة بما فيهم الزوج والزوجة. في هذه الحالات راهم خرجونا الناس اللي عندهم اللي خرجونا في البطاقية بما فيهم الناس اللي عندهم في إطار الميراث. هذه الحالات ستدرس وحالات عديدة لأن اللي قلت فيها ميكانيزمات إن شاء الله تكون العدالة والشفافة وتكون الأجوبة تروح لهم شخصيا ويبقى اللي عنده الركور يدير الركور ورانا. تمار قدم معطيات حول الفئة التي تم إقصاؤها من برنامج عدل بسبب حصولهم على شقة أو قطعة أرض مساحتها أكثر من 30 متر أو على هبة أو إرث في كل الولايات يتم إقصاؤهم بشكل أوتوماتيكي أو سيستثنى من ذلك ورثة غرفة واحدة. خصنا البرنسيب جنرال الحصة اللي تكون ليه ما تكونش تمثل مثال حصة سكن لأن هكذا وما زال غادروا في إجراءات أبعد من هذه غادروا أبعد لهذا باش إن شاء الله نعطوهم الحق تاعهم. وفتحنا لهم الآن طعون ورانا درسنا طعون وإن شاء الله أول اللي عنده مساحة كما قلت أقل من 3 متر يدخل وندرسوا حتى القيمة تاعو. الورثة المقصيون لهم الحق أيضا في الطعن، حالهم حال 4500 مكتتب من أصل 600 ألف مكتتب من برنامج عدل التي أسقطهم غربال البطاقية، قرار من شأنه أن يصعب عمل اللجنة الوطنية للطعون التي لم ترد على الطعون المودعة سنة 2013 إلى حد الآن.